يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الجمعة شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون ليلاً وفي الصباح الباكر مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والجو في القاهرة شديد الحرارة في الأسكندرية 36-24، والجو حار في مطروح 36-23، والجو حار في بورسعيد 35-26، والجو حار وفي الإسماعيلية 44-27، والجو شديد الحرارة. في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى أيضا 44 درجة والصغرى 27، والجو شديد الحرارة. في العريش 35-23، والجو حار. في طابة 41-27، والجو فيها شديد الحرارة. وفي شرم الشيخ 44-31، والجو أيضا شديد الحرارة. في الغردقة 43-30، والجو شديد الحرارة. وفي محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 47 درجة والصغرى 30 درجة، والجو شديد الحرارة. في أسوان 47-31، والجو أيضا شديد الحرارة. وفي الوادي الجديد 44-28، والجو أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 40-29، والجو شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 36-28، والجو فيها حار. والآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.